أنا سمعت ما صح التحديث من قال حين يصبح حين يمسي حسبي الله لا 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 كده ما عرفش عظيم كفاه الله هم الدنيا والآخرة. لا يصح سنده. لا يصح سنده؟ أيوة. يعني هو من يحكيها من قلوش في أذكار الصباح والمساء. سنده ضعيف، هناك من يقول بالضعيف بالعمل بالضعيف فضائل الأعمال، لكن أنا أقول لك سنده ضعيف. طيب يعني لو في أذكار الصباح والمساء ينفع أقول ولا الأفضل ما أقولهوش؟ يعني ما إذا أنت قلته ستؤثر على الثابت الصحيح ولن تقول الثابت الصحيح، فإن كنت ستجمع بينه وبين الثابت الصحيح خلاص.